رقمي تي في. جوجل تدخل مرحلة جديدة، كان هذا واضحا من خلال شعارها Made by Google، والذي كان عنوان المؤتمر في مدينة سان فرانسيسكو. فلم تعد مقتنعة بالتعاون مع شركات أخرى لإنتاج هواتفها، كما أنها دخلت مجال المنتجات الإلكترونية بشكل أكبر. وإليك أهم ما أعلنت عنه جوجل. أولاً، وداع نيكسس، أهلاً بيكسل. قدمت جوجل هاتفين جديدين من سلسلة بيكسل، وحمل الهاتفان شعار جوجل فقط. وانتهى زمن الشراكة بينها وبين شركات أخرى مثل HTC، LG، واوي. الهاتفان جاءا بمواصفات مرتفعة، ودمجت معهما بشكل حصري المساعد الشخصي جوجل أسيستنت. وسيكون هناك أشياء حصرية من نظام أندرويد لهذين الهاتفين، وتفاخرت جوجل بقدرات الكاميرا في كلا الهاتفين. ثانياً، نظارة الواقع الافتراضي Daydream View. قدمت جوجل هذه النظارة بسعر $79 ومصنوعة من النسيج كأنها قطعة ملابس، إضافة إلى عدم ضرورة ربطها مع الهاتف بأي موصلات، والاكتفاء بربط الجهازين بطريقة اللمس فقط. النظارة مزودة بحساسات، وتحمل جهازا خاصا للتحكم بها ومقاومة للصدمات، وستكون مدعومة بمتجر خاص للتطبيقات، وستعمل النظارة مع هاتف جوجل الجديد بيكسل. ثالثا، كروم كاست ألترا. جهاز كروم كاست جديد يأتي هذه المرة بمميزات أعلى، منها دعم دقة 4K، إضافة إلى البث من أجهزة أندرويد والمساعد الصوتي جوجل هوم. الجهاز يحمل نفس تصميم الإصدار السابق، وهناك اختلافات طفيفة مثل شعار جوجل بدلا من جوجل كروم، إضافة إلى منفذ كيبل HDMI لربطه بالتلفاز وجهاز جوجل هوم أيضا. الجهاز سيكون متاحا في نوفمبر المقبل بسعر $69. رابعا، جوجل هوم. يبدو أن جوجل لم تكتفي بمنافسة أبل وسامسونج، بل ضمت إليهم في الحلبة شركة أمازون بالكشف عن تفاصيل المساعد الصوتي المنزلي جوجل هوم. وسيقدم الجهاز الاسطواني العديد من الخدمات للمستخدم مثل تشغيل الموسيقى وكافة الخدمات التي يقدمها جوجل أسيستنت، الذي سيكون مدمجا بهذا الجهاز إضافة إلى التحكم بالمنزل. الجهاز الذي سيكون متصلا بالواي فاي سيحمل مكبرات للصوت في الجزء السفلي منه، ويمكن للمستخدمين استبدال القاعدة الرمادية للجهاز بقاعدة أخرى تحمل لونا آخر لتتناسب مع ديكور المنزل. ويستطيع المستخدم حجز المطعم أو طلب سيارة أجرة، إضافة إلى تقديم خدمات الترجمة بين اللغات وحساب السعرات الحرارية في المأكولات والشراء من الإنترنت. الجهاز سيكون متاحا في نوفمبر المقبل بسعر $129. خامسا، راوتر جوجل واي فاي. جهاز توجيه لاسلكي على شكل قرص دائري لتقوية إشارات الواي فاي، ويأتي بحجم صغير مما يسهل التحكم به ووضعه في أي مكان يغطي مساحة 140 متر، ويمكن من خلال تطبيق خاص التحكم به. ويسمح تطبيق جوجل للأباء بالحد من وصول الأطفال إلى الإنترنت اللاسلكي عن طريق لمسة زر واحدة، وتتميز بقوة التغطية على عكس الراوتر الشائع في الأسواق. ويمكنك الحصول على جهاز واحد بسعر $130 أو الحصول على 3 قطع معا بسعر $300، وستتوفر هذه الأجهزة ابتداء من 6 ديسمبر. الجهاز مفيد لأصحاب الشبكات اللاسلكية سواء في المنازل أو المكاتب والمقاهي والمطاعم.